أبهر الموسيقي الإيطالي لوكا كينو جمهوره بأداء أحدث معزوفاته وسط أطلال مدينة البتراء التاريخية في الأردن أثناء حفل إطلاق أحدث ألبوماته. هذا الألبوم شهرير سماه البتراء، الذي سجل بالمكان المدرج ضمن مواقع التراث الإنساني العالمي لمنظمة التربية والعلم والثقافة اليونسكو. أوضح أكينو الذي تعاون مع الأوركسترا الأردنية في الحفل أنه اختار البتراء لتسجيل ألبومه بسبب أصداء الصوت التي تتردد بشكل طبيعي في المدينة التاريخية. هذا اليوم يوم هام لأنه يرسل رسالة للعالم عديدة المعاني. الأول أننا شعب حضاري مثقف يؤمن بالثقافة ويؤمن بالمحبة ويحيي برامجه من خلال النشاطات الموسيقية. أيضا يظهر للعالم أننا في الأردن لدينا هذه الثروة الحضارية الجمالية التاريخية. جئنا إلى هنا لزيارة البتراء وأحببنا الأصوات والمكان بصدق. عدت بعد 3 سنوات وقابلت طلال أبو غزالة وسارة ليلى مديرة المشروع وشرحت لهم رغبتي وفكرتي في المجيء إلى هنا وتسجيل ألبوم مع صدى من البتراء. شيء لا يصدق ومدهن بالطبع، لأنه واحد من أجمل الأماكن في العالم على ما أظن، وأيضا لأن الصوت عظيم مختلف، له تسجيل أصلي وفريد.